النهاردة هنبدأ نشرح إزاي نصلح أنالوج أفوميتر. ده أنالوج، هو طبعا هو بعرف، عشان كده بنقول إن هو أنالوج. النوع ده نوع ياباني زي ما انتوا شايفين. طبعا هو بياخد 1.5 فولت. الكلام ده كان فيه مشكلة. طبعا أنا هنا جبت بطارية 1.5 فولت عشان خاطر كان مخرج البطارية فايز. ده شكله. هبدأ أفك المسامير بتاعته. عشان أشوف العيب إيه وما كانش راضي يشتغل ليه. وهنشوف مع بعض العيب كان في إيه. دلوقتي هبدأ أفك الظهر. بعد كده يبقى عندي هنا في الجزء ده، ده الجزء اللي بتاع العقرب اللي بيتحرك. الجزء ده بيبقى طبعا فيه موجب وفيه سالب. لو حضرتك كده هتشوفه فيه موجب وفيه سالب، اللي هي ده الجزء بتاع العقرب الموجود اللي هو ده، وفيه هنا موجب وفيه سالب. طبعا أنا باجي ده الموجب وفيه سالب اللي هي السلكة السوداء. بعد كده أبدأ أديها 1.5 فولت. بس بشوف البطارية اللي معايا، هبدأ اديها 1.5 فولت، اتأكد ان العقرب ده شغال. ده كده انا بعيد عن الدايرة خالص بتاعة الافوميتر. ولازم هنا نحط الموجب على الموجب والسالب على السالب، عشان لو احنا عكسنا هيمشي العكس، لان احنا كده مخرجينه بره الدايرة، مدينه كهرباء مباشر. هجيب البطارية 1.5 فولت اللي معايا، دي للبطارية 1.5 فولت، هشوف الموجب فين والسالب فين. وبعد كده أبدأ أدي النقطتين دول كهرباء. طبعا لازم أتأكد إن أنا إن السلك الموجب على الموجب. هنلاقيه اتحرك كده، اتحرك. معنى كده ان الجزء ده سليم، الجزء اللي هو الانالوج ده سليم كده خلاص. الحته دي سنسيتيف قوي وحساسه جدا، فعشان كده لو ما كانتش اشتغلت كنت سبته خلاص، لان الحته دي هي الكور بتاعي، ولو اتفكت باظت فمحدش بيحاول يقرب منها. فكده احنا عرفنا ان هو خلاص كده ايه شغال. هبدا بعد كده ابص على الاطراف وابدا ابص على البطاريه منين. هو بياخد 1.5 فولت، انا عرفت من الكتالوج بتاعه. و في سلكتين طالعين منه. انا هنا برضو هبدا ادي كهربا تاني. في سلكتين طالعين منه اوكسيلري كده، هم دول هنديهم 1.5 فولت، ونشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. كده برضو باكد لكم تاني ان هو ايه شغال. كده اتاكدت ان هو شغال خلاص، مش محتاج حاجه تاني خلاص. بعد كده هبدأ بعد كده ادور على المقاومة. طبعا هنا ايه في سلكتين اللي هم الخضر دول، اللي هي ديت واللي تحتيها، دولت هم بتوع البطارية طبعا. بس طبعا انا مكنتش عارف انهي طرف، فحوريك وانا عرفته ازاي. يعني ده طرف، وفي الطرف التاني الاخضر التاني، ده الطرف التاني بتاع البطارية. هو تقريبا بياخد 1.5 فولت. هبدأ اقلبه. ده طبعا في التدريج بتاعه اهو، ده التدريج. طبعا كل ده ما يهمنيش، انا بس حبيت اوريك ان هو بياخد مالتي فولت ومالتي امبير، فهو جهاز ممتاز. هو اديشن قديم والاومز مكتوبه فوق لو حضرتك واخدين بالكم منها اهيت، في الاومز فوق. اتمنى ان عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، ولو في حاجه محتاجين نعملها تاني يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. كده خلاص انا عرفت ده الافو بتاعي. هنا لو لقيت ده الجزء ده فولت واوم، ده معايا ده كومان، ده فولت. والناحيه التانية في هنا حاجه اسمها بروب، البروب دي اوم بس. فانت كده هعمل شورت ما بين الاوم والاوم والفولت، لان دي الكومان اللي معايا دي فولت. لو انا عملت الاثنين دول يبقى انا كده بقيس فولت. طب انا عايز اقيس مقاومه، يبقى ديت مع فولت واوم. ماشي.
انا كل يهمني في الفيديو انك تعرف ازاي ناخد افكار جديدة ان احنا نقدر نصلح، مش شرط ان الحاجات تتصلح، اهم حاجة نبقى عارفين الفكرة بتاعتها او الطريقة اللي توصلنا للعطل ايه. هبدأ بعد كده اعمل كوبري على البروب، وبعد كده هوصل البطارية واشوف ايه اللي هيجرى. اتمنى ان عجبكم الفيديو، تعملوا لايك وسبسكرايب القناة عشان يوصلوك كل جديد، واتمنى لو في حاجة جديدة وحابين تكتبوها في التعليقات ياريت عشان نقدر نعمل افكار جديدة. هنا ببدأ احط الكوبري، هعمل كوبري ما بين الأوم والأوم عشان لو انا عملت الكوبري ده المفروض هو يتحرك ويقفل، لان كده كده المقاومة بصفر. كده خلاص انا كده المفروض هو يقفل، بس لغاية المفروض كده العقرب يتحرك ويديني صفر، لان كده حاطط صفر أوم. هبدأ بعد كده اعمل ايه؟ هبدأ بعد كده اوصل البطارية. بصوا بقى هنا مجرد توصيل البطارية انا مش عارف انهي طرف، لو انا هنا عكست الطرفين مفيش مشكلة لان في دايت في الدايرة، فهنا انا ما يفرقش معايا. يعني هنا جيت عملت وصلت البطارية اي توصيل اهيت. ما اشتغلتش، فانا مش هيفرق معايا ليه، لسبب بسيط ان انا في ضغط في السكه عشان ما يتحركش العكس. فانا هجرب اقرب البطاريه، لو اشتغل لو قلبت البطاريه واشتغل يبقى كده خلاص، يبقى انا كده اتجاه مظبوط. كده هو اشتغل يبقى كده خلاص، كده بقت الدنيا تمام، كده يبقى انا اتجاه البطاريه ده مظبوط، يبقى انا كده هقفل على كده. هبدأ اقفل الجزء التاني. كده خلاص انا اتأكدت ان التوصيلة بتاعتي كده مظبوطة وشغالة كويس، وان انا كده في المسار المظبوط. هبدأ بعد كده بقى اجيب حاجة اقيس عليها، يعني المفروض اجيب مقاومة اقيس عليها. ماشي كده خلاص انا خلصت. هبدأ بقى بالافوميتر، او كده المفروض الافوميتر كده ايه شغال معايا. ماشي طبعا هو العقرب فضل يتحرك ويرجع لان انا كنت يعني كانت السركة بتتهز. زي ما حضراتكم شايفين طبعا عشان خاطر انا كنت شغال عليه، فالمفروض ان البطارية بتخش في مكان جوه، بس طبعا انا عملتها اكسترنال عشان نجرب. كده خلاص هبدأ بعد كده اعمل احط الكوبري بتاعي هنا ومع الكومن التاني اللي هو ده. طبعا في حاجات انا بعرفها من على برضو معلومات بشوفها من على النت، زي مثلا هو بياخد فولت قد ايه، لو في اطراف مش واضحة بشوفها برضو من على النت. خلاص ببدأ هنا بعد كده احط الفردة الكومن واحط على الفردة التانية، هلاقيه اتحرك يبقى انا كده ايه خلاص، كده يبقى هو دي اطراف وهو كده اشتغل معايا. كده اتأكد محتاج بعد كده اعمل ايه، محتاج بعد كده ان انا اجيب مقاومة حقيقية وان انا ايه اقيس. كده هو اشتغل معايا، بس هو لو خدتوا بالكم اتمنى الصورة الفيديو يبقى واضح ان العقرب بيجي للاخر بعد الصفر، فدي يعني هو كده في مشكلة، المفروض يديه لغاية الصفر ويقف. طبعا هوريكم في اخر الفيديو ان في حاجات بتظبط منها، بس يعني هنلاقي مشكلة فيها نشوفها مع بعض دلوقتي.
بس انا يهمني انك تعرف الطريقة ازاي. كده خلاص انا كده خلصت. المفروض كنت هجيب دايرة واقيس عليها. طبعا انا جبت دايرة في البداية وقست عليها، وزي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. اتمنى ان عجبكم الفيديو وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلوك كل جديد. هنا طبعا دي دايرة، انا حبيت اجرب عليها كده شيش اشوف الدنيا يعني هتشتغل ولا لأ. فجبت سلكة تانية وجربت اقيس، لقيته برضو يعني هنشوف مع بعض، لقيته بقى يعني هنشوف القراية اللي هتدهنها مع بعض. ادي سلكة تانية اهي، بعد كده هبدأ احط السلكة التانية في الطرف، في نفس الطرف، لان انا محتاج طرفين عشان اقيس المقاومة. هاخد بقى الطرفين اقفلهم على بعض، اللي هي الصفرة والحمراء. انا جبت سلكة جديدة اهي مع بعض كده. كده خلاص انا كده قفلت كده، كأني انا بقيس ايه مقاومة. خلاص المقاومة كده صفر، يبقى كده انا الجهاز شغال معايا صح. هقوم بعد كده جايب ال هقوم بعد كده جايب الدايرة الكهربائية واقوم قايس، مجرب قايس كده شيش هشوف الدنيا تديني ايه. طبعا هو غلط انك انت تقيس المقاومة في دايرة، هي دي مقاومة انا هقيسها كنوع من انواع التجربة، المفروض تديني قيمة. هنشوف مع بعض هتديني ايه. اديتني ان الدايرة مقفولة كده، يبقى في، يبقى كده هو الافو نفسه فيه مشكلة. تمام، الافو نفسه فيه مشكلة، فهضطر برضو هجيب مقاومة، هجي افك المقاومة من الدايرة كويسة لوحديها ونشوف هتدينا قراية ايه. هي المقاومة هبدأ بعد كده اقيسها اشوف هتديني ايه. طبعا ادتني برضو قراية فوق الصفر، فانا كده شكيت ان الجهاز نفسه الكالبريشن فيه مشكلة. ف يعني ادي اهو انا كده قست المقاومة وواضح ان هي فيها مشكلة. كده يبقى الجهاز فيه مشكلة، بس هو قاري يعني كده الدنيا معايا تمام، بس فيه مشكلة اكيد، في حاجة جوه في الدايرة مقاومة او حاجة فيها مشكلة. كده خلاص انا اتأكدت ان هو شغال، بس في حاجة، بس هو من جواه فيه مشكلة. ادي زي ما حضرتك كده ايه شايفين، برضه نفس المشكلة. على فكرة انا كنت بقيس المقاومة والمقاومة ما جابتش معايا، هي ديت المقاومة الصغيرة. هبدأ بعد كده ايه اشوف الجهاز من ورا. الجهاز بيتكون من ايه؟ زي ما حضراتكم كده شايفين، انا حاولت يعني اقرب لكم. هتلاقي ورا ان في ده اللي هي الموجب والسالب، ده بتاع الجزء المتحرك. هنا رايح هنا، دي ده البايود، ده الدايود اللي هو لو انت عكست البطاريه مش هيرجع. هنلاقي وده برضه، ده برضه دي بقى مقاومه. هنلاقي لو بصينا المقاومه دي هنلاقي ان هي محروقه، فالمقاومه دي عايزه تتغير. المقاومه دي مثلا سليمه واللي جنبيها سليم، انا ببدا افحصها بالعين يعني اشوفها هل هي مظبوطه ولا لا. هو ممكن جايز تكون اتحرقت علشان دي سليمه ودي سليمه، جايز تكون اتحرقت لان في حد مثلا كان بيقيس فولت وقاس مثلا مقاومه فحرقت المقاومه دي. في مقاومه دي وفي مقاومه ديت برضو ايه شكلها محروق. هو المقاومتين دول محروقين، المفروض نفكهم ونغيرهم عشان نشوف المشكله. ده كان كل الغرض من الفيديو، انك تعرف المشكله فين. طبعا اللي جنب المقاومة ده دايود ماشي، دي المقاومة ده دايود ماشي، ده اللي هو ايه عشان خاطر موضوع الريفرس. لما احنا قلنا لو عكسنا البطارية ما كانش بيشتغل ليه، لان في دايود، الدايود ده هو اللي بيمنع لما تيجي تعكس ان هو يتحرك في اتجاه العكس.
طبعا هنا انتوا كده دي كده هنغير مقاومتين دول ونبدأ نجرب. انا الفكرة من الفيديو انك تفهم هو بيشتغل ازاي او احنا عملنا ايه، مش مهم ان هو اتصلح او لا، المهم ان احنا بنفحص مع بعض. طبعا هنا بقى هفك برضو الدايرة بتاعته وأوريها لكم، هنفك المسمارين الموجودين دول، في مسمارين هنفكهم ونفك الدايرة وأوريكم ازاي بنعمله كاليبريشن او بنعمله سنسيتيف. بنفك المسمار ده، في مسمار تاني هنفكه. طبعا بقى كل الافو كلها بتشتغل بنفس كل الانالوج بتشتغل بنفس الطريقة. ببدأ أفك المسمار التاني حضرتك كده شايفينه. بعد كده هنا ايه، هلاقي الجزء اللي جوه ده، في جزء كده هوريه لكم، ده اللي بتحرك منه بتظبط منه اللي هما دول مسمارين البيض دول، ده اللي انت بتظبط منهم الحساسية بتاعة العقرب. شوفهم مع بعض تاني، هما دولت اللي انت بتظبط منهم، بتظبط منهم الحساسية بتاعة العقرب، انك مثلا عايز تجيبه الاخر الاول او الاخر، بس انا قضيت شرع فيهم قبل ما اظبط، وزي ما انتم كده شايفين ده اللي بيظبطه، بس انا ما اقدرش اظبطه قبل ما اغير المقاومة اللي موجودة معايا اللي احنا شفناها. هغير مقاومتين الاول المحروقين، وبعد كده ابدأ اشتغل عليها تاني زي ما انتم كده شايفين. اتمنى ان عجبكم الفيديو، تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. كده نكون انتهينا، شكرا لكم جدا، شكرا لمتابعتكم، شكرا.